السلام عليكم. لا تحسد إيران على ما هي فيه من وضع سياسي، إذ مثل اغتيال القيادي البارز في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في دمشق بغارة إسرائيلية قبل أيام مثل إهانة لنظام سياسي بنى شرعيته في الحكم وفي التوسع خارج الحدود على مقاومة قوى الشر والاستكبار، ويقصد بها كثيرا من الأحيان الولايات المتحدة وإسرائيل. إيران مطالبة اليوم بالرد على هذه الضربة، وقد صرح كبار مسؤوليها بأن إسرائيل ستندم، وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي الذي هدد بتوجيه صفعة لتل أبيب. لكن أمام طهران حسابات دقيقة تجمع بين رغبتها في رد يناسب ما أريق من ماء وجهها بحسب كثير من المراقبين، ورغبتها في عدم توسيع المواجهات في المنطقة. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع هذا التطور المهم، لنبحث في أسباب استهداف إسرائيل لهذه الشخصية الإيرانية ودلالة التوقيت والمكان، ثم نتطرق في المحور الثاني إلى خيارات الرد التي تملكها طهران، ومن ثم أثر هذه التفاعلات على المشهد الإقليمي برمته. التفاصيل بعد متابعة التقرير. لطالما احتفظ النظام الإيراني وحليفه السوري بحق الرد على الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الميليشيات والحرس الثوري الإيراني في سوريا، بيد أن الضربة هذه المرة ضربت عرض الحائط بقواعد الاشتباك في الحرب غير المباشرة الدائرة بين طهران وتل أبيب، إذ استهدفت غارات جوية إسرائيلية مبنى الخدمات القنصلية بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل عدد من أبرز ضباط الحرس الثوري على رأسهم محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وكما جرى في المرات السابقة، توعد نظام طهران برد وصفه بالقاسي، بينما خرج وزير خارجية نظام الأسد في دمشق ليؤكد على أن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا. الهجوم الإسرائيلي على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي يأتي بحسب مراقبين ليؤكد مجدداً على أن إسرائيل تفعل ما تريد ولا تخشى عقاباً دولياً على ذلك، ولعل حرب الإبادة والتجويع واستهداف الاحتلال الصهيوني لموظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين في غزة يعطي مؤشراً آخر يرسخ تلك الصورة الذهنية عن إسرائيل. ساحة أخرى من ساحات صراع النفوذ الدائري بين إيران وكل من أمريكا وإسرائيل تتمثل في العراق، وهو في ذات الوقت الساحة التي يرجح بعض المحللين أنها ستشهد الرد الإيراني على هجوم دمشق. فطهران نفذت في السابق هجمات متكررة على مواقع في أربيل بكردستان العراق، زاعمة أنها غرف عمليات للموساد الإسرائيلي، على الرغم من أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين بل ومن الأطفال كذلك. إلا أن البعض الآخر من المحللين يرجحون أن تل أبيب ربما تحاول استدراج طهران إلى مواجهة عسكرية، لا سيما على جبهات جنوب اللبناني، مع استمرار توجيه ضربات أقل حدة للميليشيات الإيرانية في اليمن وسوريا والعراق. التوتر إذن يتصاعد في المنطقة، واحتمالات توسع الحرب فيها تتزايد، بينما يغيب أي دور حقيقي فاعل لأصحاب الأرض في العالم العربي. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو مع حفظ الألقاب باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات، وعبر سكايب من تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيفينا الكريمين في الاستوديو. نبدأ سيد باسل، هذه الحادثة لا شك أنها تحظى بأهمية وبدلالة كبيرة، نحتاج إلى أن نفهمها تفسيرها، وخصوصا أنها يعني كيف جاءت في سياق فلسطيني من ناحية وإقليمية من ناحية أخرى ودولي. استنادا إلى هذا السياق، كيف يمكن أن تفسر هذه الحادثة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة
يعني كما هو معلوم أن هذه العملية ليست الأولى، وغالبا يعني من شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة في سياق هذا الصراع الدائر وتصفية الحسابات ومحاولات بناء يعني نوع من التموضع، تموضعات الردع بين محاور مختلفة. طبعا العملية هذه كما تفضلتم نالت يعني مكانة أو خصوصية خاصة بسبب طبيعة الأشخاص الذين استهدفوا بهذه العملية، بسبب طبيعة المكان الذي يعني تم فيه الاستهداف، وحتى التوقيت في هذا التوقيت له أيضا بعض الخصوصية. السياق الأهم برأيي في العملية هو سياق التصعيد. واضح أنه الإسرائيليين، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يوصل رسالة بأن ردع أي عمليات توسع أو أي عملية توسع من طرف الإيرانيين أو محور إيران في المعركة أو تدخل خارجي، وهو ما حرص في البداية حرب 7 أكتوبر وفي من سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، ما حرصوا على إيصال رسائل واضحة لمختلف أطراف العالم وبالذات المنطقة أنه أن لا يتدخل طرف ما في هذه الحرب من خارج حدود فلسطين. والرسالة هنا أنه إسرائيل كأنها تحاول تقول أنها سوف تصعد وليس لديها يعني حدود للتصعيد فيما لو حصل هذا التدخل أو فيما لو تم التوسع في مسار هذا التدخل. ونحن رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت بعض الميليشيات الأورانية تحاول أن تمارس نوعا من الاشتباك مع المعركة في فلسطين، سواء من طرف الحدود الإيرانية أو بطريق أو بطرق أو بطرق أخرى. السياق الآخر المهم هو سياق المتعلق بالاختراق الأمني. تكررت هذه المسألة في أكثر من مرة، أنه يكون في لقاء أو في اجتماع أو في حدث ما خاص والمفترض أنه محفوف بترتيبات أمنية خاصة، ثم يتم استهداف الشخصيات التي الحاضرة في هذا الحدث أو في هذا الاجتماع أو غيره بشكل دقيق من حيث التوقيت ومن حيث المكان. يعني في بعض الأهداف تم ضرب من بين عمارة كاملة، تم ضرب الشقة الغرفة التي يجتمع بها هؤلاء الأشخاص، وليس مجرد ضربة عشوائية قريبة من المنطقة أو ما شابه. الأمر نفسه الآن بالنسبة لهذا الهجوم أو لهذه العملية، وهذا مؤشر على حجم الاختراق الأمني الحاصل تحديدا ضمن الأراضي السورية. وحاول النظام خلال الفترة الماضية أنه يعالج هذا الأمر خلال إجراء تعديلات هيكلية في منظومة الأمن وعودة مجموعة. لكن عفوا يعني مهما كان الاختراق الأمني، الوصول إلى هؤلاء الشخصيات بهذا والضرب بهذا المستوى من الدقة والمكان المحدد، هل هو خرق أمني أم يعني يمكن أن يغمز كما يقول بعض المراقبين من قناة النظام بأن هناك تسريبات يعني متعمدة ربما؟ هذا أيضا يصنف ضمن الخرق الأمني. الخرق الأمني يشمل فكرة التسريبات والتعاون وغيرها. يعني إذا كان خرق أمني من طرف النظام، فالمفترض أن الإيرانيين حصل معهم خرق أمني من طرف النظام، بمعنى أن النظام سرب معلوماتهم إلى هذا، وهذا يتم تداوله. وهذه فرضية معتبرة برأيك؟ يعني معتبرة بالمعنى العلمي لا، ما في معلومات تدل عليها بشكل مباشر، لكن في معطيات تظهر في نوع من يعني عناصر أو أطراف داخل النظام يجب أن تكون تعاونت بشكل ما حتى استطاعت إسرائيل أن تصل إلى هذه الدقة في نعم. هذا النوع التعاون شكله إلى أي مستوى. السياق الآخر أو الثالث هو سياق الردع. واضح أنه الإسرائيليين من نوعية الشخصيات التي يستهدفونها، من طبيعة الأهداف التي يستهدفونها، يحاولون أن يقولوا أنه لدينا بنك أهداف، لدينا معرفة بنوعية الشخصيات المتواجدة في هذه المنطقة أو تلك نعم. وعندنا القدرة على استهدافها، وبالتالي هم يحاولون أن يصلوا أو يذهبوا بالمشهد إلى فكرة خصوصا من جانب الإيرانيين إلى 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 نقطة أنه لا تفكروا باستهدافنا أو لا تفكروا نعم. في الدخول في مواجهة عسكرية معنا، لأنه لدينا بنك أهداف ولدينا وصول إلى شخصيات هامة، وبالتالي نستطيع أن نوجه ضربات موجعة لكم. طيب أستاذ عباس، في تونس بالرغم من أن المكان هو قنصلية يعني مكان مدني وهناك مواثيق واتفاقات دولية تلزم إسرائيل بعدم استهداف مثل هذه الأماكن، ومع ذلك أقدمت على اقتناص اثنين من عصارة ونخبة القادة الإيرانيين في سوريا. لماذا أقدمت على هذه الخطوة وهي تعرف سلفا بأنها ستواجه رد فعل دوليا باعتبارها اعتدت على يعني مكان دبلوماسي؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. بداية، الادعاء الكيان الإرهابي الإيراني بأن الكيان الصهيوني قام بخرق قواعد القانون الدولي باعتدائه على مبنى دبلوماسي أو غير ذلك، فهذا ادعاء يعني
لا أقول بأنه باطل، ولكن لا باطل حين يأتي من قبل كيان هو باطل أساسا، ثم أن هذا الكيان الإرهابي الإيراني هو أكبر مخترق للقوانين الدولية بقيامه بسلسلة اغتيالات كبيرة في مختلف العواصم والمدن الدولية، وأيضا يعني أنه تحويل هذا المبنى أساسا الذي يفترض أن يكون دبلوماسيا أو قنصليا، سياسيا أو قنصليا، يفترض أن يكون لهذه الأغراض فقط، يعني عندما يتم تحويله إلى مقر أو ثكنة عسكرية يأوي قادة الميليشيات الإرهابية في المنطقة، في سوريا، في لبنان وغير ذلك، فهذا أكبر خرق للقانون الدولي، وهذا ليس دفاعا عن الكيان الصهيوني، فكلاهما مجرمان بطبيعة الحال. أما حين تأتي هذه الضربة في هذا التوقيت تحديدا، فهذه الضربة تخدم الأطراف الثلاثة: الكيان الصهيوني، الكيان الإرهابي الإيراني، والنظام نظام بشار، يعني نقول جزافا النظام السوري، وهو ليس بسوري إطلاقا، يعني تخدم الأطراف الثلاثة. أولا الكيان الإرهابي الصهيوني والحكومة، حكومة نتنياهو، هي تحت الضغوطات الشديدة من الداخل، وهناك يعني ضغوطات شعبية وداخلية وسياسية، وأيضا أحزاب معارضة كلها تضغط على نتنياهو، فهو مضطر للتصعيد ومضطر لاستمرارية هذه الحرب، هذا العدوان على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا، مضطر لذلك، لأن كل ما طالت عمر الحرب أكثر كلما تم النسيان أو قللت من حدة التوترات الداخلية بالنسبة لحكومة نتنياهو. بالنسبة للكيان الإرهابي الإيراني فهو تحت الضغوطات الشديدة الاقتصادية، خاصة نلاحظ بأنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة العملة الإيرانية فقدت قيمتها بنسبة 20%، خلال العام الأخير التضخم 43% صار في إيران، خلال هذه اليومين فقط يعني ارتفعت العملة الصعبة، أسعار العملة الصعبة مقابل الريال أو التومان الإيراني، حتى بلغ الريال 64 ألف تومان، وهذا غير مسبوق إطلاقا، لم يحدث هذا الشيء إطلاقا يعني، وهذا تجاوز حتى السقوط وانهيار العملة في عهد أحمد نجاد اللي هو كان الأسوأ يعني في التاريخ هذا الكيان. فشعارات إبراهيم رئيسهم رئيس الجمهورية للكيان هذا كانت من أهم شعاراته هو الحفاظ على العملة، على قيمة العملة وانتعاش الاقتصاد، وهذا ما لم يحدث أطلاقا بأي حال من الاحتلال من الأحوال عذرا. فهذا يخدم هذا النظام لأنه يواجه ضغوطات داخلية، لأن الكثير من المصادر تشير بأن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في هذا الكيان هي الأخيرة من نوعها، ولن يشهد خامنئي انتخابات مماثلة في المرحلة القادمة لأنه يعد في أيامه وسنواته الأخيرة. ثم أنه يريد التسليم الهادئ، يريد التسليم الهادئ لابنه مجتبى، ابنه نجله الثاني مجتبى، على أن يستلم سدة الحكم. أما النظام الحاكم في سوريا فهو الآخر مستفيد، باعتبار أن التطبيع مع الدول العربية، العديد من الدول العربية يجب أن يكون له ثمن، وقد أوعز لهذه الدول العربية بأنه يتعهد بخروج قوات ما يسمى بالحرس الثوري وفيلق القدس من الأراضي السورية، وهذا يخدمه بطبيعة الحال. طبعا ونحن ما زلنا في سياق التحليلات والفرضيات، أعود إلى الاستوديو. سيد باسل، إسرائيل دأبت على اغتيالات، سلسلة اغتيالات لشخصيات إيرانية في سوريا، بما يختلف هذا الحادث عما سبقه وما أبعاده السياسية أو بالأحرى من الناحية العملية؟ يعني هل تريد إسرائيل أن تهين إيران وتعطيها إشعارا بأنها لها حدود معينة، أم أنها بهذه العملية أرادت التأثير على القدرات العملية الإيرانية في المنطقة، سواء كان في سوريا أم حتى في لبنان؟ نعم، يعني هو أولا هذا الحدث كما قلنا قبل قليل يختلف من حيث نوعية الشخصيات المستهدفة، وهي ليست أول مرة تستهدف فيها العدو الإسرائيلي، ليس أول مرة فيها يستهدف شخصيات قيادية في الحرس الثوري مثلا، أو شخصيات إيرانية قيادية من نوع ما في الأراضي السورية أو في غيرها، لكن كون هذه الشخصيات القيادية هذه المرة هي شخصيات قيادية من مستويات متقدمة عن غيرها، وأصلا كانت تجتمع ضمن إطار إلى حد ما رسمي ضمن سفارة أو ما شابه، ومع شخصيات لها طابع يعني بروتوكولي إلى حد ما. أيضا الموقع كما قلنا قبل قليل نقطة القصف تشير إلى أنه الإسرائيليين حاولوا يوصلوا رسالة إلى أنهم لا يراعون أو ليسوا بمعرض مراعاة الأطر الدبلوماسية أو البروتوكولية أو غيرها، وأنهم مستعدون لتجاوز. لكن ما الهدف الذي المباشر الذي سعت إلى تحقيقه؟ الهدف كما قلنا قبل قليل، أنا برأيي الهدف الأساسي هو الذهاب باتجاه نقطة اللامواجهة، أنه لا تفكروا بتوسيع المواجهة، لا تفكروا بمواجهتنا، لا تفكروا بالوقوف بوجه مخططاتنا بشكل أو
بآخر، وهذا يعني في صراع نفوذ في المنطقة ليس بالجديد، مستمر منذ سنوات بين عدة أطراف. حتى نحن من زمان نوصف المنطقة الشرق الأوسط نقول منطقة متعددة الأقطاب في عالم أحادي القطب، في صراع بين أكثر من طرف، وبعض أشكال هذه الصراع مثل ما يحصل بين الطرف الإيراني وطرف العدو الإسرائيلي يأخذ طابع السيطرة على النفوذ والتمدد والقضم والتناغم، حصة من الفراغ الاستراتيجي الهائل في المنطقة العربية. هذا جزء من هذا الأمر، وجزء منه أيضا هو حجم الثروات المتواجدة في هذه المنطقة، وجزء منه أيضا حجم شروخ النزاع التي الجاهزة أو الاستعداد للنزاع الجاهز في هذه المنطقة بين على مستويات مختلفة، مستويات عرقية ومذهبية ودينية وغيرها. في عوامل عديدة تساعد بتأجيج الصراعات بشكل أو بآخر، وفي أطراف داخل المنطقة في مقدمتها إيران وفي مقدمتها العدو الإسرائيلي هي لا تتوقف أو لا تتورع كثيرا عن الخوض في الدماء والحروب والمواجهات العسكرية وغيرها وجر المنطقة يعني إلى مختلف أشكال الصراع في سبيل توسيع مساحة نفوذها بشكل أو بآخر أو سيطرتها على الموارد. قد يسأل سائل يعني لماذا إيران، لماذا إسرائيل تريد أن تصعد بهذا الاتجاه وقد علمت سلفا إسرائيل بأن إيران هي لا تمتلك رغبة التصعيد في المنطقة؟ لا، إيران الآن في معرض يعني بشكل أو بآخر تستشعر أن القضية الفلسطينية ذاهبة أو الحرب في فلسطين الآن ذاهبة باتجاه بشكل أو بآخر نوع من التفاوض والمساومة وعلى وقف إطلاق النار من عدم، وهناك الكثير من الطروحات على الطاولة والحديث وما هو حقيقي وما هو وهمي كما يعني كما عادة يثار في مثل هذه الظروف. وهناك ضمن نطاق ما يجري عنه الحديث الآن ليس فيما يخص يعني ليس منحصرا فيما يخص الشأن الفلسطيني، هو منحصر بخريطة الإقليم ككل، دور الوضع في سوريا، الوضع في لبنان، الوضع في مناطق أخرى وغيرها. وهذا بشكل أو بآخر إيران تشعر أو تحاول أن تقول أنه يجب أن لا يمر دون أن يكون لي دور في المنطقة أو حصة، ودون أن يكون لي دور وكلمة فيما يجري. إذا كان هناك عملية إعادة رسم لحدود أنا يجب أن أكون لي دور، إذا يكون هناك إعادة رسم لموارد أو لطبيعة تموضع طرف أو قوة بشكل أو بآخر. ولذلك هي خلال الفترة الماضية كما قلت قبل قليل خلال الأسابيع الماضية حاولت أن تقوم هي من خلال ميليشياتها وأذرعها بنوع من التحرش بالمشهد الفلسطيني، وجاء بناء عليه هذا الرد. وإسرائيل ليست أول مرة يعني هي تكررت هذا الأمر، أنه محاولة التحرش بالحرب من الداخل سيقابلها محاولة نقل هذه الحرب إلى خارج حدودها الحالية إلى لبنان وسوريا، وحتى ربما ما هو أبعد من ذلك في بعض التصريحات الإسرائيلية ذهبت إلى الذهاب باتجاه مصر باتجاه دول الخليج إذا استدعى الأمر. طيب، بعد هذه الضربة الكبيرة على الأقل من الناحية الرمزية لإيران في سوريا، بعد هذه الضربة هدد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد، وفي مقدمهم علي خامنئي المرشد الإيراني الذي قال بأن إسرائيل ستتلقى صفعة. خيارات الرد الإيراني هو ما نبحثه بعد فاصل قصير. برنامج غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نبتغي منه معرفة غزوات النبي وطريقته في الحرب وهديه في معاملة الأعداء المقاتلين وكذلك في معاملة الأسرى، والفارق بين حروب النبي صلى الله عليه وسلم وحروب غيره من البشر. هل الحق ضعيف في نفسه حتى يحتاج الذي يحمل هذا الحق أن يجاهد ويحمل السلاح ويقاتل؟ أليست قوة الحق في نفسه، أليست قدرته على الإقناع كافية؟ في ناس لا تفهم إلا بالقوة، البقية تريد القوة، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فكل ضعيف سيظل يدفع الثمن من ضعفه ودمه حتى يقوى فتتغير المعادلة.
مرحبا بكم في هذا الجزء من حديثنا العربي، وفيه نبحث خيارات إيران الممكنة والمحتملة للرد على اغتيال قيادي بارز في فيلق القدس داخل العاصمة دمشق في عملية المتهم الوحيد فيها إسرائيل. سيد باسل، أو لو أذنت لي أن أعود أن أذهب إلى تونس قبل أن أتحدث معك، أستاذ عباس، ماذا في جعبة إيران من خيارات ممكنة للرد على هذه العملية، خصوصا وأن إيران حرصت على لسان جل الطبقة الأولى من مسؤوليها بأن الرد سيكون ساحقا ماحقا صاعقا، وأن هناك صفعة قادمة لإسرائيل؟ بشكل عملي لو تحدثنا، ما خيارات الرد الإيرانية؟ نعم، أولا هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات والشعارات والهتافات الإيرانية الطنانة وضرورة إزالة إسرائيل من الوجود ونسحق ونمحق، وأنه كل ما نحتاجه من الوقت إلى إزالة إسرائيل هو 6 دقائق ونصف فقط، ثم تقلصت هذه المدة الزمنية إلى 5 دقائق ونصف، ولكن لم نرى شيء على الإطلاق. على سبيل المثال نعود قليلا إلى الماضي، حين قال صدام حسين الرئيس العراقي رئيس الحكومة الوطنية آنذاك، قال بأننا إذا ما اعتدت إسرائيل على العراق فإننا قادرون على حرق نصف إسرائيل، فانظر إلى مصير العراق وما آل إليه العراق من احتلال ودمار وتهجير وقتل ملايين وغير ذلك يعني. وماذا ما هو مصير إيران يعني، وهي تقول كل يوم، لا يمر يوم إلا وتقول سنمحو إسرائيل ويجب أن نزيلها من الوجود وغير ذلك، وما هو مصيرها؟ تنتعش أكثر وأكثر وميليشياتها تنتشر. لكن هذه المرة هناك سيد عباس، هذه المرة هناك متغيرات يعني، اليوم الأخبار القادمة من تل أبيب والمدن الأخرى، مدن الكيان الاحتلال، تقول بأن إسرائيل تخطط لفتح الملاجئ العامة هناك واستدعت قوى الاحتياط الجوية، فالوضع يعني هناك شعور إسرائيلي بأن هناك ردا قويا إيرانيا في الطريق. هذا لا يخرج عن أطار التناغم بين الكيانين الصهيوني والفارسي. ثانيا النقطة الأخرى أن زاهدي ليس أكبر حجما من قاسم سليماني ومهدي المهندس، فعندما اختارت الولايات المتحدة قاسم سليماني ومهدي المهندس ماذا كان الرد الإيراني؟ آنذاك كان الانتقام الصعب كما سموه، وفضحهم ترامب حين قال بأنهم نسقوا معنا قبل إطلاق الصواريخ التي لا تحمل رؤوس متفجرة، وأطلقوها قرب أو على بعد مسافات من قاعدة عين الأسد الأمريكية شمالي العراق. ثم عودة إلى الوراء أيضا 1998 عندما قامت الطالبان باغتيال أو بقتل 11 دبلوماسي إيراني ومعهم مراسل وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، ماذا فعلت إيران؟ لا شيء، سوى الشعارات وحشدت بعض القوات على الحدود الأفغانية ثم تراجعت. الآن نفس المشهد يتكرر تماما، فالخيارات أمام هذا الكيان يعني محدودة جدا. ثم كما يقال أن هذا الكيان قد تتمسح، لأن العملية ليست الأولى من نوعها، ففي الماضي القريب كانت إسرائيل قد اغتالت رضي موسوي وهو أكبر قيادي بعد قاسم سليماني، هكذا وصف على الأقل من قبل المراقبين في شهر ديسمبر الماضي. نفذت عملية قبل فترة، قبل أشهر، في بانياس راح ضحيتها 5 مستشارين في بانياس يعني على الساحل السوري تقصد؟ نعم نعم، وفي المزة أيضا 3 آخرين كبار المستشارين من الحرس الثوري، وفي دير الزور 42 عنصر من حزب اللات، وأيضا القصف المستمر لمطار دمشق والرصيف السري الإيراني. لكن أرجو المعذرة سيد عباس، هل تملك إيران أن لا ترد، وخصوصا أن هناك مطلبا شعبيا يعني، الإيرانيون يشعرون بالمهانة وهناك مطالبات حتى شعبية بالرد، هل تملك إيران أن لا ترد؟ هي لا تملك أساسا ماء وجه، لم يبقى لها شيء من ماء الوجه لكي تحافظ عليه، باعتبار أنها كل يوم تتلقى الضربة تلو الأخرى والإهانة تلو الإهانة في سوريا وفي لبنان ولكن وحتى في العراق، ولكن دون أن ترد. نعم. ودون أن تحرك ساكن. طيب. ولكن كل ما ستقوم به هو كما يقال أو ضمن هذه المصطلحات التي سمعناها مؤخرا، الإيقاع المضبوط وقواعد الاشتباكات وغير ذلك، قد تقوم بالتنسيق مع الكيان الصهيوني عبر الولايات المتحدة أو بطريقة مباشرة، وتقوم ببعض الأعمال الحرائق. نعم. والألعاب النارية التي يقوم بها الحوثي أو حزب اللات في لبنان وغير ذلك، فلن يتجاوز ردها. وردها طيب. الأكبر عذرا على الأطالة هو المزيد من توسيع ميليشياتها، يعني ستستغل هذا الحدث لتوسيع نفوذها في العراق وفي لبنان وفي سوريا ودعم ميليشياتها ونقل الأسلحة وما إلى غير ذلك.
طيب هذا رأي السيد عباس في تونس، يعني برأيك هل إيران اليوم في مأزق بعد ما حصل، أم أن هذه الحادثة يمكن أن تطلق يدها في تحركاتها باعتبار أن معها سلطان؟ نعم، يعني هو لا شك تعرض أي دولة في العالم إيران أو غيرها إلى ضربة مثل هذا النوع يستوجب من هذه الدولة أن تقوم برد من نوع ما، وهذا يشكل نوع من الأزمة بالنسبة للقيادات العسكرية والسياسية في أي بلد، أنه هم يجب أن يظهروا بمظهر قادر على حماية هذا البلد، على حماية سيادته، على حماية رجاله، وقيام بالرد المناسب عندما يتعرض للأذى. لكن في حالة إيران هناك تنازع مهم يجب أن نشير إليه. التنازع الطرف الأول في هذا التنازع هو حالة التعبئة أو الفئة المعبئة وحالة التعبئة الكبيرة التي يمارسها النظام الإيراني في أوساط معينة في الشعب الإيراني. حالة التعبئة هذه تنعكس بشكل أو بآخر إلى استعداد دائم للمواجهة، الاستعداد دائم للتوسع، استعداد دائم للانخراط من قبل أوساط معينة في إيران أو في الجهات التي تتبع إيران، مثل بعض ما بات يشار إليها مثل بعض الامتدادات الموجودة في مثلا العراق أو لبنان أو غيرها من الأحزاب أو الجماعات الموجودة في هذه المنطقة وغيرها. لديها دائما استعداد للانخراط في معركة من نوع ما، في مواجهة من نوع ما، في تمدد من نوع ما. وهذا الطرف في داخل هذا النزاع هو الطرف الذي في مثل هذه الظروف الآن يتطلع إلى نوعية الرد وشكل الرد ومساحة الرد أو أبعاد الرد الذي يجب أن تقوم به إيران. على الطرف الآخر هناك فئة واسعة من يعني الناس الذين يعيشون في إيران وخارج إيران، سواء منهم من المحسوبين على إيران أو المرتبطين بإيران بشكل أو بآخر أو القريبين حتى من إيران من شعوب المنطقة وغيرها، الذين يفترضون أن هذه العمليات وهذه التحركات هي في الأصل نتيجة التحركات الإيرانية، بمعنى أنهم يفترضون أن اللوم يقع في البداية بداية على الطرف الإيراني كونه هو مارس التحرش، مارس إن صح التعبير التمدد باتجاه مساحات معينة وجاء الرد بشكل أو بآخر، وهذه الأطراف عادة ما تضغط في اتجاه بشكل أو بآخر باتجاه نوع من التهدئة أو نوع من الردود المحسوبة إن صح التعبير أو الردود العقلانية كما يسميها. وكان أحد يعني رؤوس أو رؤوس الحرب في هذا التوجه وزير الخارجية الأسبق الإيراني، اللي هو قاد الاتفاق النووي وهو قاد مسألة التهدئة، وهو الذي أراد أن يذهب بإيران باتجاه أنه إيران يجب أن تمارس دورا وردودا سياسية وليس ردودا عسكرية وميدانية وغيره، وتم إقالته بعدين واستبداله بوزير الخارجية الحالي ضمن هذا السياق، قريب من هذا من هذه الطروحات، من هذا النوع من الطروحات. لذلك إيران اليوم يتنازعها هذان إن صح التعبير التوجهان فلنقل أو الطيران أو الطرفان أو ما شابه، لكن بكل أحوال لا يتوقع أن يكون الرد الإيراني سواء نزع بهذا الاتجاه أو غيره أو ذاك الطرف أن يكون ردا من النوع الذي يوصفه الإيراني أنفسهم، بمعنى رد مزلزل ورد ساحق ماحق وكذا إلى آخره. لا يتوقع أن تذهب الأمور بهذا الاتجاه. أولا فرق أو ميزان القوة جدا هائل بين إيران وبين المعسكر الغربي وإسرائيل والدول الخمس اليوم التي تقف معها. نحن اليوم المواجهة مع إسرائيل من 7 أكتوبر بدأت يعني لا تتعلق بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي لوحده، وإنما مع الدول الخمسة اللي هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. بالتالي هو أي مواجهة اليوم مباشرة مع العدو الإسرائيلي ستعني بشكل أو بآخر مواجهة بنسبة ما مع هذا الحلف الذي يتواجد اليوم في البحر المتوسط. نعم. الأمر الآخر أنه الاندفاع الإسرائيلي باتجاه الدفاع الإيراني باتجاه المواجهة مع إسرائيل، وكما تفضل الضيف قبل قليل، هو دائما يترجم إلى نوع من المكاسب تريدها إيران على الأرض جاهزة العملية الآن، وبالتالي هي تترجم، وهذا يعني أنها تذهب عادة باتجاه النفوذ. ولذلك اليوم تثار كثيرا والعيون تتركز كثيرا على الأردن، على الأردن باعتبار أنه يخشى أن تكون إيران اليوم، وهذا ليست المرة الأولى التي تصرح فيها إيران أو تقول إيران أن لديها توجها باتجاه الانتقال إلى منطقة جديدة في المنطقة والتوسع ضمن مناطق نفوذ جديدة في المنطقة. وواضح من مراقبة السلوك الإيراني أنه الإيرانيون يحاولون أن يفعلوا شيء ضمن إطار الأردن. الأسابيع الماضية شهدت محاولات تمدد على الحدود الأردنية السورية واقتصاص أو قضم جزء من القرى الموجودة في داخل الأردن لصالح الميليشيات هذه الإيرانية. نعم. من طرف العراق يحصل نوع من التجمهر ونوع من الاستعدادات باتجاه معين، التعبئة الموجودة في الأوساط الإيرانية تذهب بهذا الاتجاه. وهذه الحادثة وفرت فرصة، هذه الحادثة وغيرها. نعم. والإسرائيليون عندما قاموا بهذه الحادثة هم أعطوا الفرصة عمدا أصلا الإيرانيين للتوجه بهذا الاتجاه، بمعنى أنه عضدوا أنه من اندفاعهم باتجاه
هذا المسار، عدا عن مسألة التوسع وترسيخ النفوذ في المناطق اللي أصلاً طيب. هم يتواجدون فيها، بأنه هذا من هذه من هذا المنطقة يحاولون أن يصنعوا مبرراً لمزيد من الترسيخ ومزيد التوسع في نفوذ مثلاً في سوريا وغيرها. لكن ثم تحديث آخر وهنا أنقله للسيد عباس في تونس، هناك حديث عن أن هناك أجنحة داخل نظام الحكم في إيران، هناك صقوريون إذا صح التعبير وهناك حمائم. الصقوريون ينادون بضرورة الرد ورد قوي، بينما الحمائم بخلاف ذلك. كيف يمكن أن تنعكس هذه الحادثة على الوضع الداخلي الإيراني، سواء في أجنحة السلطة أو على صورة النظام لدى قواعده؟ أنه خلال الآونة الأخيرة، وهذا ضمن المصطلحات الجديدة الذي يستخدمه أو افتعله الكيان الإرهابي الإيراني، وهو الصبر الاستراتيجي، وهذا طبعا مصطلح غريب يعني من نوعه ولا يوجد في القواميس إطلاقا، يعني الصبر الاستراتيجي. فبعد هذه الحادثة في مبنى القنصلية التابعة لهذا الكيان، يعني صرح العديد من مسؤولين اللجنة الأمنية في البرلمان الفارسي أو حتى من مجمع تشخيص مصلحة النظام، يعني قالوا بأنه لم يعد هناك مجال للصبر الاستراتيجي وانتهى زمن الصبر الاستراتيجي، وهذا لم يحدث من قبل، يعني لم يقل أحدهم، لم يطلق أحدهم تصريحات من هذا النوع. فالصقور الموجودين في داخل النظام هم ليس بمعنى صقور لمواجهة أو للحرب ضد الكيان الصهيوني إطلاقا، لا يدفعون بهذا الاتجاه، ولكن اندفعوا باتجاه يعني المزيد من الاشتباكات والمزيد من خلق الفوضى في المنطقة، فهم يرون بأنه ذلك أفضل للحفاظ على مصلحة النظام المنشغل بنفسه حاليا. وأيضا يمكن تفسير الموقف وماذا سيحدث بالنسبة لموقف الكيان الإيراني من خلال الموقف الأمريكي الرسمي. فنلاحظ مثلا أن التصريحات الرسمية الأمريكية قالت بأننا لم نحذر إيران بأن لا ترد على إسرائيل، باعتبار أن إيران لا حاجة للتحذير أصلا وكنا قد حذرناها من قبل. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، قالوا مصادر أمنية أمريكية قالت بأن أمريكا وإيران تتشاركان في الموقف حول حيال عدم الرد وعدم التصعيد ويعني حصر الصراع في داخل غزة دون الخروج من هذه المناطق. يعني هذا أيضا الموقف الأمريكي يمكن أن ينعكس على الموقف الإيراني بالتالي، وأن ترد وأن لا ترد وغير ذلك وأن تصعد. فالصقور هنا يعني عندما نتحدث عن الصقور في داخل النظام الإيراني، فهم صقور ليسوا يعني صقور بمعنى لمواجهة إسرائيل، إنما هم صقور للمزيد من التوغل في الوطن العربي، المزيد من الإبادة، ما يسمى خلق الإسلام السياسي مقابل اليهودية السياسية. هذه العقائد الباطلة هي التي دمرت الوطن العربي حقيقة يعني. فهذا معنى الصقور الموجودين في إيران. نعم. ثم أن قضية الصقور والحمائم في داخل النظام الإيراني والمعتدلين والإصلاحيين والمتشددين والراديكاليين من جهة أخرى، فهذه مصطلحات حقيقة يعني لا وجود لها، لا يعني حقيقة غير موجودة هي على الأرض، إنما فقط للإلهاء للاستهلاك الداخلي وللرأي العام الداخلي خاصة، وأنه لدينا يعني محافظين وإصلاحيين ولدينا راديكاليين كما توجد في دول أخرى، حزب جمهوري وحزب ديمقراطي وغير ذلك يعني. وإلا فالصقور هم ليسوا صقور إطلاقا أمام الكيان الصهيوني أو لمواجهة الكيان الصهيوني إطلاقا، ولا مجال حتى للحديث عن توازن القوة فيما بين هذه الأطراف، لأن الاشتباكات المباشرة لن تحدث إطلاقا. طيب، لمزيد من الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر الهاتف الأستاذ أحمد الزعتري، الباحث في الشؤون الفلسطينية. أستاذ أحمد، مرحبا بك. كل ما يحصل الآن في المنطقة هو على هامش، إذا جاز لنا أن نسمي ذلك، على هامش معركة طوفان الأقصى في فلسطين، في غزة تحديدا. برأيك إلى أي مدى يمكن لهذه المعركة في فلسطين، الحرب على غزة الآن، أن تتأثر بهذه المعطيات، بهذه التفاعلات، وآخرها اغتيال هذه الشخصية الإيرانية البارزة في دمشق؟ يعني بداية مساء الخير لك والأستاذ المستمعين. أهلا وسهلا. يعني منذ طوفان الأقصى والعالم دخل مرحلة جديدة، وتحديد المنطقة في الشرق الأوسط والإقليم الذي نعيش فيه، وهناك تغيرات ومواقف متعدده، لكن لا احد يعني ينكر ان هناك مرحله جديده. عندما نريد ان نقيم مواقف الاطراف، يعني هناك ما يخص القضيه الفلسطينيه،
هناك أطراف كانت يعني دول، وأنا أتحدث هنا عن الموقف الرسمي، كانت يعني دول قليلة كانت ساندة للقضية الفلسطينية، وثم شيئا فشيئا تدرج هذا الموقف الداعم، تدرج هذا الموقف الداعم، وهناك دول خجولة ودول حتى اللحظة للأسف لا تعلن موقفها صراحة يعني لدعم القضية الفلسطينية. إيران هي من الدول الأولى التي كانت في البدايات تدعم الموقف الفلسطيني وتقف من أجانب المقاومة. وهنا نحن نحاول أن نصف الحال في هذا الصراع وفي هذا الحرب وفي هذه العدوان اليوم، يعني في حراك دولي وإقليمي، من يمتلك الأدوات ومن يمتلك القدرات لا شك أنه سوف يحاول أن يستثمر في هذا العدوان وفي هذا الصراع الدائر في المنطقة. ومن هذه الدول التي لديها أدوات إيران، لا شك أن إيران لديها مصالح ولديها رؤية ولديها مشروع في المنطقة، وبالتالي هي تحاول أن تستفيد مما يحدث في الشرق الأوسط ومن العدوان الإسرائيلي على فلسطين. وبالتالي إيران من الدول التي لها أدوات ولها حلفاء ولها أذرع، هي تحاول أن تستفيد هذا من ولكن وهذه الاستفادة أيضا، وحتى نكون ننظر من جميع الزوايا، هذه الاستفادة من خلال موقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية. يعني إيران من طرف هي لها أجندة ودولة اعتدت على كثير من الدول العربية، ومن طرف آخر إيران تدعم المقاومة وهي تقدم الدعم سند حقيقي إما بشكل مباشر وإما بشكل غير مباشر. في المقابل للأسف، وهذا يعني هذا شيء محزن، إنه أنظمة العربية السنية حتى اللحظة يعني إما خجولة وإما مترددة، وبعضها طيب. للأسف هو يعني دور سلبي في دعم الشعب الفلسطيني. في هذا المشهد إيران تجد لنفسها فرصة أن تتقدم أكثر وأن تمضي في مشروعها أكثر في ظل ضعف المشروع العربي، الكيان العربي، القوة العربية. وبالتالي هذا شيء طبيعي في هذه الحروب دائما ينتصر فيها الأقوياء. وفي الحروب وفي الصراعات من يمتلك الأدوات ومن يمتلك الشجاعة ومن يمتلك المبادرة وبالطبيعي أنه سيحقق مكاسب سياسية. طيب سيد أحمد، هل في سياق قراءة هذه الحادثة، هل إسرائيل اليوم جاهزة لتوسيع نطاق الصراع بناء على مثل هذه العمليات التي تقوم بها؟ هل هي مستعدة لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة؟ وعلى ما تراهن؟ بما يخص إسرائيل اليوم، علينا أن يعني نشخص المشهد يعني بشكل أكثر تفصيل. اليوم الإدارة الأمريكية هي تميز ما بين نتنياهو وفريقه المتطرف وما بين دولة إسرائيل، وهذا يعني وهذا هو الهامش الذي تحاول إيران أن تلعب به. يعني من المعروف أو بات واضح أن إيران في فترة أخيرة كان هناك حوارات خلفية مع الإدارة الأمريكية لتحقيق مكاسب، وحتى الإدارة الأمريكية بدأت تبحث مصالحها بعيدا عن مصالح دولة الاحتلال أو مصالح حكومة نتنياهو. ما يقوم به نتنياهو الآن هو يدرك أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتعامل مع أطراف أخرى في دولة الاحتلال ويعني تمدهم الدعم السياسي كي يكونوا بديل نتنياهو. وهو أيضا لديه معلومة وهو يدرك أن أمريكا وإيران يعني هناك مفاوضات وهناك محاولات للوصول إلى تسوية ما بين إيران وأمريكا، وبالتالي نتنياهو هنا يدرك هذا، وما يقوم به نتنياهو هو يعمل على تخريب أي اتفاق أمريكي إيراني. هذا ما يريده نتنياهو تحديدا وفريقه، هو يريد أن يخرب أي اتفاق بين أمريكا وإيران. لذلك أنا في تقديري إيران قد ترد في مستوى يعني قد يكون لا يفسد أي تطور يعني أي إنجازاتها. إيران اليوم ما قام به نتنياهو وحكومة الاحتلال من قصف القنصلية عمليا سلب إيران كثير مما أنجزته في هذه الحرب، عندما تقصف القنصلية وهذه إهانة للسيادة الإيرانية. وبالتالي اليوم إيران أمام استحقاق كبير، إما أن تخسر كل رصيدها الداعم والمساند وتظهر العجز على الرد على إسرائيل، أو إنها مضطرة إلى أن ترد. فإلا أن ترد، في السؤال هنا هل سترد أو لا سترد؟ في تقديري أنا سوف ترد، ولكن حجم الرد وكيفية الرد هذا لا أحد يستطيع أن يجزم به، لأن إيران إذا لم ترد بمستوى الحدث، إيران عمليا ستخسر كثيرا، ستخسر من إنجازاتها، ستخسر من سمعتها، ستخسر كل ما يعني أنجزته في الفترة السابقة. بما يخص نتنياهو،
نتنياهو يرى أن شخص وحكومته ليس لديها ما تكسره، يشعر أن الإدارة الأمريكية تسعى للإطاحة به، فهو جزء من قواته وحركاته تأتي في سياق يعني المناكفة مع الإدارة الأمريكية. أحمد الزعتري الباحث في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. بس الآن نحن نتحدث عن تغير في قواعد الاشتباك، أو ما يمكن أن يكون خطوة واسعة نحو تغيير في قواعد الاشتباك. كيف يمكن لهذا التطور أن ينعكس على المشهد الإقليمي الذي هو ليس في أحسن أحواله؟ يعني أنا ما أظن نحن باتجاه تغيير قواعد الاشتباك بالمعنى الجذري، على الأقل في رأي بعض العسكريين الذين ربما طبعا هذا أمر مطروح، لكن يعني بظني نحن لسنا ذاهبين باتجاه تغيير قواعد الاشتباك بشكل جذري، لكن إذا كن بظني الأصح نحن ذاهبون بشكل أو بآخر أمام احتمالية ربما يعني كبيرة تصعيد الاشتباك وليس تغيير قواعده، بمعنى أنه قد تنحى إيران إلى رد من نوع ما وستستغل إسرائيل هذا الرد لتوسع أكثر وما إلى ذلك، خصوصا أنه الآن كما قلنا قبل قليل هناك ترتيبات مطروحة تشمل يعني تموضعات جديدة للحزب، مطلوب من حزب الله تقديم تنازلات باتجاه تموضعاته في الجنوب، تحركات الحرس الإيراني في سوريا، نزع السلاح من عدمه وإشكاله في لبنان، أشياء أخرى متعلقة بالبحر الأحمر وغيره في طرف الحوثيين وغيره. بالتالي الاشتباك مرشح للتصعيد باحتمالية أكبر من أي وقت مضى. مظاهر هذا التصعيد برأيك كيف يمكن؟ هذا مظاهر هذا التصعيد ما يجري الآن، الاستهداف، تصعيد حالات الاستهداف، الاستعدادات العسكرية الموجودة من مختلف الأطراف، الضخ بالميليشيات، حجم التعبئة الذي اليوم الموجود على مختلف الجبهات، طروحات السياسية التي يعني ربما لو رجعنا عام من الآن أو عامين لم تكن مطروحة أبدا هكذا طروحات، اليوم في أشياء تناقش عن المنطقة تتعلق فعليا بتغيير خريطة المنطقة بشمال الليطاني وجنوب الليطاني ومصير منطقة كاملة في لبنان، مصير سيناء في مصر، مصير ملايين مئات ألوف وملايين الفلسطينيين في غزة وبقائهم من عدمه في القطاع وطبيعة وإذا بقوا كيف سيبقون وإذا خرجوا إلى أين سوف يهاجرون أو جزء منهم إذا كيف سيذهب، كيف ستتم معالجة هذا الأمر. الآن الجبهة الجنوبية في سوريا تغيرت خريطتها من شهر 11 الماضي إلى الآن تقريبا بشكل كبير من ناحية العسكرية، التموضعات صار في انتشار إيراني واسع، انسحبت القوات الروسية، أكثر من 2500 عنصر جديد من الميليشيات الإيرانية دخلت إلى هذه الجبهة، تم إعادة تشكيل هذه الجبهة بالكامل، تم إعادة تشكيل الشخصيات المسؤولة عنها، حدث صراع بين النفوذ الروسي والإيراني بشهر 11 2023، وصل الأمر إلى النظام أنه أرسل قوة عسكرية قبضت على مجموعة من الضباط الكبار المعروفين بموالاتهم لروسيا حتى يفسحوا المجال للإيرانيين للتمدد أكثر، في تموضعات وتحركات في 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 حدود هذه المنطقة وما حولها، وفي طروحات أيضا سياسية وحلول ليست بالهينة، صعبة جدا وقاسية، يعني فرص التصعيد موجودة، وكل هذه الأمور تشي بأحد أمرين، إما أنه المنطقة قابلة وذاهبة باتجاه عملية تنازل ضخمة جدا، بمعنى أنه في عملية تشكيل سيتم تمريرها لقوى النفوذ ولأوضاع المنطقة، ونحن عم نحكي عن أمور عالقة منذ سنوات مثل مثلا إشكالية حل الدولتين، مثل إشكالية العلاقة بين الحدودية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مثل مثلا مسألة الجولان، مثل مسألة الجبهة الجنوبية السورية، مثل مسألة العلاقة بين إيران وبين الأطراف الأخرى، في مسائل عالقة صار لها سنين طويلة. إما المنطقة ذاهبة إلى نوع من التسوية الشاملة لهذه القضايا بشكل أو بآخر، وهذا سيتضمن ضمن المعطيات الحالية تنازلات ضخمة من الطرف العربي والطرف الإسلامي، أو أنه المنطقة رايحة باتجاه تصعيد يعني من نوع ما، لكنه يبدو أنه تصعيد من النوع الصعب ومن النوع الكبير، وهذا الاستعدادات اليوم واضحة في المنطقة أيضا، وبطبيعة الحال الأطراف تتحسب لكلا المسارين. طيب سيد عباس، الحديث الآن يتركز كثيرا في الأوساط السياسية ولدى المراقبين بأنه الآن حان وقت عمل وكلاء إيران في المنطقة، برأيك حتى لو لم ترد أن ترد بشكل مباشر لاعتبارات متعلقة بتوازناتها في المنطقة مع أمريكا مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن تتحرك وكلاء إيران في المنطقة ردا على بين قوسين هذه الإهانة التي لحقت بإيران؟ نعم، عذرا بداية اعذرني تعقيبا على ما تفضل به ضيفكم يعني السيد الزعتري عندما قال بأن نتحدث عن الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية،
فالدعم الإيراني يمكن أن يتجلى في تصريحات خالد مشعل حين قال بأن إيران تدعم المقاومة لكي تلمع صورتها في الوطن العربي، لكي لا يقال عنها بأنها دولة طائفية ومذهبية وتدعم الميليشيات الشيعية فقط، وأنها تدعم السنة أيضا، وأيضا لكي تقول الأمريكان إذا كنتم تريدون التفاوض أو الحديث عن فلسطين فها نحن جاهزون، تعالوا فاوضونا نحن فنعمل ما تشاءون من ناحية. ومن ناحية أخرى تصريحات إسماعيل هنية حين قال بأننا نحارب في فلسطين لحماية إيران، فهذا هو الدعم الإيراني للمقاومة، ثم تسليم قطاع غزة بالكامل على طبق من ذهب إلى الكيان الصهيوني وتدميره بالكامل مقابل 33 ألف شهيد فلسطيني. طب هو ليس هذا موضوعنا. نعم. هذا فقط تعقيبا على يعني على ما يقال أو ما يسمى بالدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية الذي أدى بها إلى الدمار التام، ثم أنها قبضت ثمن قطاع غزة 30 مليار من أرصدتها المجمدة. أما عن الميليشيات ودور الميليشيات وتوسيعها وما يمكن أن تفعله، فقط يعني القواعد الجديدة أو التغييرات الجديدة التي يمكن أن ستحدث في المنطقة، علينا أن دائما ننظر إلى تاريخ هذين الكيانين. فالكيان الإيراني عندما تم إنشاؤه أساسا على حساب دولة الأحواز العربية بمساحتها أكثر من 350 ألف كيلومتر مربع، وأيضا فيما بعد احتل الجزر العربية الأماراتية الثلاث وغير ذلك، ثم بعد ذلك قام نشأة الكيان الصهيوني أيضا على حساب الوطن العربي، احتلال فلسطين والجنوب اللبناني والسيناء وأجزاء من الأردن والجولان السوري وغير ذلك، ثم ظهرت إسرائيل بكأنها الحمل الوديع وغير ذلك. ونلاحظ كيف أن إيران بدأت تتوسع في الوطن العربي وتتبجح بأنها تحتل أو تسيطر على عواصم عربية وغير ذلك. وخلال هذه الفترة حقيقة إسرائيل لم تحتل المزيد من الأراضي العربية، أما مؤخرا فقد كشر الكيان الصهيوني عن أنيابه، فقام يعني أظهر نفس النزعة الاحتلالية التوسعية الموجودة لديه أساسا، فاحتل كامل قطاع غزة، وها هو اليوم يزحف نحو الجنوب اللبناني. فهذه هي طبيعة الصراع أو تغييرات بعض القواعد أو تقاسم الأدوار والتناغم والانقضاض على الوطن العربي يعني فيما بين الكيانين الصهيوني والإيراني. أما طبيعة هذه الميليشيات وكيف يمكن أن تحدث هناك عملية إعادة توزيع أو إعادة انتشار أو المزيد من تقويتها في أماكن معينة، كما تفضل ضيفكم الكريم في الاستوديو السيد أحمد حين قال بأنه ربما المنطقة باسل. القادمة أو الدولة القادمة هي الأستاذ باسل عذرا حين قال بأنها هي المملكة الأردنية الهاشمية، قد تكون الأردن، وقد لاحظنا وهناك حديث عن أن حتى الاحتجاجات قد جرت إلى الفوضى في الأردن مؤخرا، وسمعنا حديث عن تدخل من قبل الكيان الإرهابي الإيراني أو أنه حشده، وقال الملك الأردني تحدث عن الهلال الشيعي الإيراني اللي هو العراق وسوريا ولبنان والأردن، يعني هذا الهلال الشيعي الإيراني. فربما تتم هناك عملية إعادة انتشار لهذه الميليشيات في المنطقة العربية وعلى حساب الأراضي العربية. ففي كل العالم عذرا يعني أي تواجد أجنبي يكون في أي دولة أخرى يسمى أما باستعمار أو تحت أي مسمى كان أو معمر أو غير ذلك، إلا التواجد الأجنبي الفارسي الصفوي في الوطن العربي فيسمى بما يسمى بالمقاومة، وهذه من كبريات التناقضات بالطبع. نعم، أختم معك بدقيقتين سيد باسل، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا ما حصل في دمشق هو صورة تجسيدية للعاب إسرائيلي يسيل نحو توسيع حجم نفوذ إيران في المنطقة واحتلالها لمزيد من الأراضي العربية، خصوصا وأن جالانت يعني يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن أن تنتظرنا ربما أيام صعبة في جنوب لبنان، لكن ينبغي أن نعمل هناك وينبغي أن يدفع حزب الله الثمن. هل يمكن أن يكون هناك نوع من التمدد الإسرائيلي؟ التمدد الإسرائيلي أساسا بدأ، يعني ما عم نحكي إحنا اليوم إنه هل يمكن أن يكون ولا ما يمكن أن يكون. اليوم إسرائيل عم تفاوض على شمال الليطاني وجنوب الليطاني في لبنان، عم تفاوض أو تتحدث عن طبيعة الجبهات الداخلية في سوريا بعد أن كان تفاوض في البداية على المنطقة الجولان اللي هي كانت مسمى المنطقة الحرام، اللي هي المنطقة اللي كان فيها القوات الدولية. إسرائيل بعد أن احتلتها قبل سنوات الآن هي تتوسع باتجاه إنه ماذا يمكن أن يحصل في منطقة الجنوب من سوريا على حدود الفلسطينية وعلى حدود الأردنية. هي تتحدث
أيضا عن تسويات أوسع في المنطقة باتجاه خطوط الطاقة والموارد وغيرها. التوسع الإسرائيلي حاصل أساسا، والملفات التي اليوم يتدخل فيها العدو الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي والأسواء على المستوى الديمغرافي والجغرافي والحدود المنطقة، أو على مستوى الطاقة والموارد ومقدرات هذه المنطقة، أوسع بكثير من دائرة المنطقة التي تواجد فيها هذا الاحتلال بطبيعة الحال. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات، ومن تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي، والشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله.